انهيار نور، شو صار مع لنا؟ شاهد المزيد من التفاصيل. بداية بهذا الفيديو معلنا محمد اللي تفاعلت بمجموعة من الاستوريات كشفت عن لون شعرها الجديد وانه هي طلعة كتير حلوة. يا صرت شو شقر، خلاص شقر. وجايز ما تبين النتيجة غير بعد حمام، يعني حمام او حمامين بعد شاورين. بغسل كل وجهي بدون ما اغسل عيوني، بس انه بغسل يعني ما في الصبح بغسل كل وجهي مع عيوني، بس وقت انه اشيل الميك اب وهيك لا. فاعملوا هيك شعراتكم. نمر أيضا إلى عيلة عصام ونور، حيث قام اليوتيوبر عصام بنشر ستوري على صفحته بالإنستغرام أعلن من خلاله إنه زوجته نور فقدت أبوها وطلب من الجميع يدعو له. كمان صرح إنه زوجته نور منهارة كتير، فالله يصبرها يا رب. نمر إلى شلة دبي، حيث مروان وصار الورع عن صالة أسامة وزياد وصار المرس وأحمد الناشط اللي هن حاليا متواجدين بلندن. وزياد حب يمزح مع أصالة وياخد شنطتها، وهي كانت ردة فعلها. بسم الله الرحمن الرحيم، فكرني شاطر يا أنتي. أنا مش صاحبكم والله مرتاح.